ديسمبر، ومن هذا العالم لما كيف هتصير، فكل بالعالم كله الدول كلها بتعيد هذا النهار، اما تمشين توصل مسج معين للشباب او تمشين تعمل تغيير بالمجتمع معين. جمعية العناية الصحية محضرة نشاط لليوم بالتعاون مع طلاب من طلاب كلية الطب بالجامعة اليسوعية حتى نقوم بحملة الفري هاجز. الفري هاجز أو العناق المجاني هي حملة بتهدف أكثر لتخفيف الوصمة والتمييز يلي عم بيعانوا منها الأشخاص المتعايشين مع عدوى فيروس الأيد، وبنفس الوقت لتذكير الشباب إنه فيروس الأيد بعده موجود، وفيروس الأيد كل سنة عن سنة عم ينزادوا الأشخاص يلي عم ينصابوا بهالفيروس، ومن ضمنها بلبنان أكيد صار في عنا أكثر من 1200 حالة من الأشخاص المتعايشين عايشين مع هالفيروس، وكل سنة أكثر من 100 شخص عم ينصاب، وأكثرية الأشخاص يلي عم ينصابوا بالفيروس هن من الشباب بين 20 و25 سنة. كمان بنذكر بشغلة كتير مهمة ومنحمس الشباب عليها يلي هي الفحص المجاني وبسرية تامة ومحافظة على الخصوصية. بقى كل شاب وصبية اليوم بحسوا حالهم معرضين لالتقاط الفيروس، عليهم انه يتوجهوا على جمعية العناية الصحية ويقدروا ياخذوا كل المعلومات اللازمة حتى يحموا حالهم، وبنفس الوقت يتأكدوا من إصابتهم أو عدم إصابتهم بهيدا الفيروس ومن دون اسم وبمجانية تامة وبسرية. ما تفكر حالك لوحدك، نحن معك، هيدا هو شعار هالمجموعة هاي، وهي عم تشتغل اليوم حتى الأشخاص اللي عندهم الفيروس يصيروا يعرفوا أكثر عن وضعهم، تيعرفوا يحموا حالهم ويحموا غيرهم بنفس الوقت، ويصيروا مرتاحين مع حالهم نفسيا، وإذا بحاجة لأي مساعدة أو دعم اجتماعي كمان هيدا الشيء متوفر لهم ضمن جمعية العناية الصحية. في عنا كونسرت اليوم مع مين باند اللي هي ليبانيز روك باند عن موضوع فري هاجز. فري هاجز هي مثل كونسبت انه اشخاص نحن بنتطوع مشان نعبط الاشخاص اللي بدهم مشان القضية اللي هي قضية مكافحة السيدة. عيوني عيونا سألتها ليش بكير